بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبا عن دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة العلماء، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أرحب بضيوف مصر الكرام في بلدنا أرض السلام الذين حضروا للمشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي يعقد برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، في إطار دعوة سيادته للحوار الهادف الذي تتضافر فيه جهود الجميع لإعلاء قيم التعايش والتسامح ومد جسور التفاهم والإخاء والتصدي لخطاب الكراهية ونشر قيم العدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار. واسمحوا لي أن أهدي حضراتكم جميعاً تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية، وتمنياته الصادقة لجمعكم الكريم بأن يخرج هذا اللقاء الطيب بتوصيات جادة تعمل على توطين مبادئ الحوار البناء وحماية الفكر والثقافات من محاولات الاختطاف أو التشويه من قبل أفكار مغلوطة ومشروعات منحرفة. أود في بداية كلمتي أن أسجل شكري وتقديري لوزارة الأوقاف المصرية على تنظيمها لهذا المؤتمر، فلقد وفق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بقياداته في اختيار حوار الأديان والثقافات ليكون عنوان مؤتمره الدولي 31. ولا يخفى على حضراتكم وجه الحاجة الملحة لهذا العنوان وما يحمله من مضامين وما يفرضه من تطبيقات، خاصة في ظل ما يعانيه العالم اليوم من أزمات خانقة أصابت كثيرا من الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولم يكن عالمنا العربي والإسلامي بعيدا عن هذا، فقد تعرض خلال السنوات الماضية لفتن كفيلة بتدمير خطط التنمية وتقويض مسارات التقدم. ومن أكبر الفتن أن صانعي القلاقل استغلوا ضعف الفهم لدى البعض، فراحوا يبثون في نفوسهم الكراهية والتعصب الذي يعمي عن رؤية الآخر فضلا عن قبول رأيه. ولكننا نؤكد أن الحضارة الإسلامية قد مثلت أرقى حالات التسامح الإيجابي والتعايش المشترك بين الأفراد والشعوب والأمم على تنوعها في كثير من مجالات الحياة. ولن أستطرد بذكر وقائع التسامح ورموزه، ويكفي مثلا أن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر وجد الرومان قد هدموا الكنائس ونفوا قساوستها، فعمل على إعادتهم إلى مناصبهم وعمارة ما دمر من كنائسهم، والأمثلة كثيرة. وهذه الحضارة الإسلامية بأصولها وتطبيقاتها ما تزال أنوارها مشرقة، وما تزال قادرة على جمع الناس تحت لواء المواطنة التي نطقت بها عمليا نصوص القرآن الكريم والسنة، والتي تضمن أن يكون التنوع وجها من وجوه ثراء الحياة وليس عائقا عن التواصل الفعال. العلماء الأكارم، إن التعدد والتنوع أيا كان مجاله لا يعد مشكلة ولا ينبغي أن يكون ما دامت المشتركات الإنسانية باقية بين الناس. وستظل هذه المشتركات حبيسة الأدمغة والكتب ما لم تعمل المجتمعات أفرادا ومؤسسات وحكومات على إيجاد حالة من الحوار الإيجابي الفعال المنتج.
ولا يخفى على حضراتكم أن الحوار ضرورة، ذلك أن الله عز وجل جعل تنوعنا آية من آياته الباهرة، فقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. واختلاف الألسنة ينصرف إلى اختلاف الثقافات والحضارات، واختلاف الألوان ينصرف إلى اختلاف القوميات، ولكن هذا التنوع له غاية أعلنها الله تعالى في قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فغاية التنوع التعارف، والتعارف يقتضي حوارا يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم. الجمع الكريم. إن الأزهر الشريف يرفض نظرية صراع الحضارات، ويدعو إلى إقامة سلام حقيقي بين بني الإنسان، ويتصدى لاستغلال الدين كأداة لإشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد. ولذا فإن الأزهر يتواصل ويتعاون مع المؤسسات كافة لتبادل الرؤى والأفكار حول ترسيخ قيم التعايش المشترك، ونبذ العنف، ومواجهة التطرف، وإرساء دعائم المواطنة، وتبني حوار حقيقي يستثمر التعددية الفكرية والتنوع الثقافي، ويعترف بالهويات والخصوصيات، ويحترم الرموز والمقدسات. ومن خلال هذه القيم الإنسانية حقق الأزهر الشريف عبر كياناته المختلفة وأدواته المتعددة نجاحات كبيرة داخل مصر وخارجها، فأقام حوارات دينية حضارية حقيقية كان لها نتائج ملموسة على الصعيدين الوطني والعالمي. وفي مقدمة هذه الكيانات الأزهرية مركز الحوار بين الأديان، الذي استطاع أن يعيد الحوار بين الشرق والغرب كحلقة وصل فعالة، وكذلك بيت العائلة الذي برز أنموذجا مصريا أزهريا فريدا في التعايش والتلاقي بين أبناء الوطن، والذي أثبت أن نسيج الوطن قوي متماسك أمام التحديات، فلن ينال منه مكر ولن يؤثر فيه خبث. والتاريخ المصري يؤكد أن المحاولات الصلعاء لشق صف المصريين قد فشلت ولم تؤثر في الشعب المصري، وأن الهوية المصرية الحقيقية محفوظة بترابط أطياف المصريين إلى يوم الدين. وتوجت تلك الجهود الأزهرية بوثيقة الأخوة الإنسانية بالتعاون مع الفاتيكان، هدية أزهرية يقدمها الأزهر للعالم كله تأكيدا لرسالة الحب والخير والسلام التي تترجمها علومه وتنبئ عنها مناهجه. وختاما، لقد جئت هذا المؤتمر أحمل رسائل طيبة من إمامنا الطيب، وها هي أسوقها إليكم. الرسالة الطيبة الأولى: إن وحي السماء ما نزل إلا ليرسم للإنسان طريق السعادة في الدنيا والآخرة، ويعلمه قيم الرحمة والحق والخير، ويحفظ دمه وماله وعرضه. فإذا سمعتم أو قرأتم أن مدينا ما سمح بإراقة الدماء واغتيال الحقوق، فاعلموا أن هذا تدليس في تصوير حقيقة الدين. الرسالة الثانية: إن الإسلام ليس دينا منفصلا عن رسالات السماء السابقة عليه، بل إن الدين الإلهي دين واحد هو الإسلام، والدعوة إلى الله إنما تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار الهادئ الذي لا يجرح الآخر ولا يسيء إليه أو إلى عقيدته. وإن هذا الإسلام بريء من كل دعوة إلى عقيدة بقوة السلاح أو الإكراه أو استغلال الناس فقرا ومرضا، لأنه كما يقرر القرآن: لا إكراه في الدين. الرسالة الثالثة: إن فلسفة القرآن الكريم
لا مكان فيها لعلاقات الصراع وقتال المسالمين. ولذا فإن لفظ السلام ومشتقاته يملأ جنبات القرآن والسنة حتى أصبح الإسلام والسلام وجهين لعملة واحدة إن صح هذا التعبير. ويكفي دليلا أن نعلم أن كلمة السلام بمشتقاتها وردت في القرآن 140 مرة، وأن كلمة الحرب وردت بمشتقاتها 6 مرات فقط، فليس مستغربا أن يقرر الإسلام مبدأ السلام كأصل في معاملة المسلمين وعلاقاتهم مع الكون من حولهم بكل ما فيه من موجودات. الرسالة الرابعة: إن الحوار بين بني الإنسان ضرورة يقتضيها التنوع والاختلاف في الألسنة والألوان، وإنما يكون الحوار بين بني الإنسان فيما اتفقوا عليه من مشتركات وما أكثرها بينهم. الرسالة الطيبة الخامسة: إن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها أفرادا ومؤسسات وشعوبا وحكومات وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر. وفقكم الله لما فيه خير بلادنا وأمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.